السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غادي ندير القرص، بغيت نشاركهم معاكم. كاين اللي تيقول لهم قرص، كاين اللي كيقول لهم قراشل، على حسب كل واحد شنو كيقول لهم. نبدا بمقادير على بركه الله. انا ندير نص كيلو ديال الطحين، نتوما بغيتو تضاعفوا المقادير، يعني على حسب كل واحد شنو بغى يدير. نص كيلو ديال الطحين، معلقه ديال الخميره ديال الدار اللي كنعجنوا بها الخبز، شويه الملح، معلقه من حبه حلاوه، معلقه من النافع، ومعلقه من جنجلان، ونص زلافه صغيره ديال سنيده، ونص زلافه صغيره ديال الزيت، وبيض البيض الصفر تنحيدو على قبل باش ندهن به الوجه ديال القريصات ديالنا، والبيض كنعجن به، ونص خمارة ديال الحلوى. كنديرو الطحين والخميرة والملح والبيض، كنجمعوهم مع بعضياتهم، والزيت وسنيدة، كنخلطو كل شي مزيان، وتا كنخلطو مع تنضيفو حبة حلاوة والنافع وجنجلان، قلنا معلقة معلقة صغيرة. بالنسبة للماء يكون غير شوية دافي على قبل الخميرة، وكنجمعو العجين ديالنا مزيان، كنجمعوا العجين ديالنا مزيان، وحتى كيتجمع لينا وكتبقى شويه مرخوفه، ما تجيش العجينه قاصحه، تجي مرخوفه باش تيجيو القريصات ديالنا خفاف. دابا بدات تجمع لنا العجينه، دابا غادي نضيف حبه حلاوه والنافع، وغنجمع العجينه ديالنا مزيان، وهي راه كتجمع، والخميره ضيفوا الخميره عندك وتنساوها، نص خماره حمراء. هيا من بعد ما تجمعت لنا الخميره، كما قلت لكم علكوها مزيان باش تجي خفيفه ومفشفشه، نعلكوها مزيان وغنخليوها ترتاح تخمر واحد ربع ساعه حتى نص ساعه، المهم على حسب الجو، من تيكون الجو سخون راه دغيا تتخمر، من تيكون الجو بارد غطيوها، المهم غطيوها مزيان، راه كتشد شويه الخميره. هيا من بعد ما خمرات وتضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل هذا، دابا غادي نقطعها، وغادي نجيب شي صينيه نديروا فيها ورق الزبده، ولما كانش عندكم ورق الزبده دهنوها غير بشويه الزبده والطحين على قبل باش ما تشد لكمش العجينه في الطاوه، وصافي وصافي. كنقطعوها على شكل قريصات وكنستفوهم في الطاوه. من بعد ما كنقطعوا القريصات ديالنا كاملا، كندهنوا الوجه ديال القريصات ديالنا بالصفر ديال البيض، الصفر ديال البيض كنزيدوا عليه شويه ديال نقيطه ديال الخل وشويه الحليب، صافي. وكنخلطوا داكشي مزيان، ولا من الاحسن نزيدوا ثاني شويه الملح باش ما كتجيش هذاك المذاق ديال الزفوريه في الوجه ديال القريصات ديالنا. من بعد ما كندهنوهم كندرزولهم على وجههم جنجلان،
وكنخليوهم تاني يخمروا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه هكاك، غادي يبانوا لكم ضعف الحجم ديالهم. من الاحسن ما ديروهمش كبار بزاف وما ديروهمش صغيرين بزاف، ما بين وبين، باش تيجيو زوينين لا في المنظر وبحال هكا تحطوهم للضياف، يعني شي حاجه زوينه. من بعد ما كنقطعوا القريصات ديالنا كاملا، تنقطعهم وتنخليهم يخمروا، هي الاولى عاد كندهنوهم وندخلهم للفران على هاد الشكل هذا. دابا هادو راه خامرين، قطعتهم وخليتهم خمروا، من بعد ما خمروا عاد دهنتهم ودرت لهم جنجلان، دابا غندخلهم للفران. ها هو الشكل النهائي ديالهم كي كيجي، تيجيو خفاف وحتى في المذاق ديالهم تيجيو زوينين، تيجيو احسن من القرص ديال اللي كيكون فيهم الحليب او الزبده، هادو احسن، كيجي المذاق ديالهم زوين وكل شيء. نتمنى انكم تجربوهم، الى عجبكم الفيديو ما تنسوش لينا بلايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.